قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم. فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئي الاثنين بحثا تحت إشراف النيابة العامة لفك لغز جريمة قتل راح ضحيتها شخص ينحدر من مدينة البئر الجديد بعدما عثر على جثته وعليها أثار جروح تشير إلى تعرض الضحية للذبح. وأوضحت مصادر رمضان تيفي أن الجريمة وقعت في منطقة تعرف ب دار الأربعين تقع بالنفوذ الترابي لإقليم برشيد، حيث عثر على الجثة مدرجة بدمائها داخل سيارة الضحية، وهو ما أثار استنفار مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بالمنطقة. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي باشرت تحرياتها انطلاقاً من محيط الجريمة ومعارف الضحية في الوقت الذي جرت فيه إحالة الجثة على مستودع الأموات بمستشفى مدينة سطات من أجل إخضاعها للتشريح الطبي. يشار إلى أن عناصر الدرك الملكي تجري عمليات بحث بمدينة البئر الجديد من أجل الوصول إلى مكان شخصين شاب وشابة بهدف إيقافهما والتحقيق معهما لتحديد مدى علاقتهما بالجريمة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.